معنى التقدمية في الحزب. يعلن الحزب في ميثاقه أن الحزب تقدمي باعتبار أنه يتبنى نتاج العلم والتطور ومستتبعاته العلمية في جميع الحقول. وبما أن المدنية مرتبطة في الواقع بالعلم وبالتقنية المنبثقة عن المعرفة وبالمناقبية وبالنفسية الروحية من جهة أخرى وبمرحلة من مراحل تطور العنصر البشري، فالتقدمية تعني إذن بصورة عملية تحقيق أعلى مدنية ممكنة للمجتمع البشري الحاضر. ففي الإنسان التقدم الاشتراكي الجديد يجب أن تتحقق طاقات الفكر والشعور والإشراق، وأن تتجسم فيه قيم الحق والمحبة والجمال. وعلى هذه القوى وعلى هذه القيم يجب أن يقوم أيضا المجتمع الجديد وأنظمته، وأن تبرز وتنمو وتسيطر المدنية الإنسانية الكاملة الفاضلة التي أشرنا إليها. تحقيق تقدمية الحزب. تتحقق التقدمية في النظام التقدم الاشتراكي بتطبيق المبادئ التالية، وهي مبادئ شعبية معروفة يقرها المنطق البديهي وتؤكدها نتائج العلم الحديث: عقل السليم في الجسم السليم، سلامة العائلة، سلامة البيئة، العلم للجميع، التعليم إلزامي ومجاني، لا طبقية في المجتمع، الديمقراطية الشعبية منظمة لا ديكتاتورية ولا فوضى، لا ميزة لامرئ على امرئ إلا ميزة العلم والمعرفة والنشاط، الشخصية القائدة المسؤولة.